انضمتنا ضيفتنا واخترنا اليوم في الاستوديو، اكيد هي غنية عن التعريف ولها بصمة خاصة في الاعلام العراقي وتقديم البرامج الاعلامية. امل علي، نورتيني ست امل ومساك الله حبيبتي بالخير. حياك الله ويسعد مساكم، شكرا على الدعوة الجميلة وتحية إليك وللكادر الممتاز المميز اللي استقبلنا بحرارة. شكرا، حياك الله ونورتيني الله ست امل. يحفظك. حدثيني عن بداياتك، كانت سياسية ام فنية؟ لا أكيد، أنا مؤمنة جدا بالتدرج، كلش أحب التدرج، فبديت كمتحرشة بالأخبار لأنني مؤمنة أيضا بأنه قارئ الأخبار يجب أن يكون متمكنا من أدواته وإلا يحرق نفسه بأخطائه. أكيد. فبديت بالبرامج الصباحية، بعدها بنفس الفترة برامج اجتماعية، انطلقنا ببرنامج دعها تتكلم، كان من تقديمي وأنا كنت المراسلة. كانت البداية بالبرامج الاجتماعية والصباحية، وبنفس الوقت كنت أتدرب على الأخبار، وأنا أحكي لك بال 2009 تقريبا. أيضا كان بكل خط وبكل مسار بكل تجربة راح تلقين من يقف بجانبك وهم يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة، بالتأكيد. ومن يقف ضدك وهم بالآلاف. أكيد. طيب ست أمل، نعرف أنه اليوم الشريحة من الإعلاميات المحجبات هي مظلومة في الإعلام سابقا، لكن لحد الوقت الحالي بعض القنوات لا يعني تستقبل المحجبة إلا تكون سافرة. كنا نتحدث عن الحجاب، او انا ما اريد اطلع من هذا مال كنا وكنا، خلينا نحكي بلغه اهلنا. هواي من يقولون الحجاب عائق، لكن بالضبط ما للأسف. اقول هسه، ما راح احكي عن نفسي، وانا مقدمه برنامج سياسي ماستر في قناه الفرات، وايضا كل يعني اكو بعض الاعلاميات محجبات وماخذين مساحتهم الكامله ببعض القنوات العراقيه. سابقا نتحدث عن الحجاب كان معرقل، وان كانت الى الان تجي عروض، واني عن نفسي شخصيا انه اجتني عروض من قنوات انزع الحجاب، لكن اكو مبدا واكو بيهم من عن نفسي قلت لا اني متحجبه من الثاني ابتدائي، وهذا دائما اطرق الموضوع لان احنا نسمع بالسوشيال ميديا هذه مشهوره، صارت مشهوره، طشت، وصل صوتها راح تنزع الحجاب. لا ابدا، الى الان العروض قائمه وتجيني عروض، لكن مثلا ننطي الرقم، والرقم اللي ترديه والسياسه والبرنامج اللي تريديه والسياسه اللي ترديها، لكن انزع الحجاب. طيب لكن رفضت، واكو بعض الاعلاميات انه استجاب للموضوع ونزعوا الحجاب فعلا. طيب ست امل، اليوم تشوفين الاقبال على اعلاميات الطش اللي هي ممكن حتى شهاده ثالث متوسط ما عدها، لكن هم يجيبوها في على امود امور خاصه في سبيل ان هم تجذب مشاهدات، وتعرفين يوم من هبه ودب دخل الاعلام وصارت اعلاميه و بلوجرز، بحيث قاموا اليوم العالم ما تفرق بين البلوجر والإعلامية ومقدمة البرامج. شوفي، يعني بكل صراحة من يصعد واللي يدور طشة واللي يدور اسم يعني محترم، هذا راح يضيف له. أنا كمدير برنامج أريد، أو كمدير قناة أريد الاسم اللي يضيف لي ونطي الراتب اللي يريده، من أجيب الطشة هذه ما راح تطول عنده مش قد وتطفى، أسبوع أسبوعين ثلاثة. وأني مرة هاجمت، وفعليا أنا دائما أكون نصيرة للمرأة، لكن لما شفت الله يحفظها اللي طلعت وقالت يس، صورة يس وصورة السافات، هذه انتشرت بكل المواقع مع كل الاحترام وشخصها، لكن الآن أنا أخاطبها كإعلامية طالعة بمنصة أو بتلفزيون أو بقناة معينة، ومع كل الاحترام لمدير القناة وكادرها، طلعت قلت رسالة إلى مدراء القنوات، أرجوكم لا تسيئوا إلى المهنة. الإعلام السلطة الرابعة، إحنا كإعلاميين أو كمقدمة برامج سياسية أمتلك سلطة، حالي حال السلطة التنفيذية وحال السلطة التشريعية وحال السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. أنت سلطة رابعة، لما نجيب لك شخص ياخذ منك ما ينطيك، هذا راح تسيء بشكل أو بآخر. بعدين الشكل مطلوب، لكن المحتوى أيضا مطلوب. من طلعت وقالت صورة يس، وإحنا كنا نتحدث قبل قليل بهذا الموضوع وعن الإعلام والتنمية الإعلامية وكيف تكون المقدمة أو مذيع الخبر متمكن من أدواته، هذه أنا ما أخاطبها هي، لأن هي تريد تطلع وتريد تطوش وتريد تحب الظهور، لكن مدير القناة اللي هو أعلى من عدها لازم يكون يجيب أسماء لا تسيء للمهنة، لا تسيء إلى، لا تسيء للمنصة اللي هو مشتغل عليها أو اللي هو يعني مديرها، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا يمكن ما عاتبت البنية بقد ما عاتبت مدير القناة وانتشر هذا الموضوع. طيب ست أمل، اليوم احنا نشوف أنه انتشار المهرجانات وأكو أسامي تتكرر
يمكن ما حد شايفها او ما حد يعرفها. هذا مشكله، وسالت الشخص الغلط لين راح ازعل العالم كله. لا احنا اليوم ما نريد احد يزعل من عندنا، لكن نريد رايك بهذا الموضوع. اليوم احنا نشوف كثير من المهرجانات اللي تقام ويتكرمون بها اسامي غير معروفه. التكريم صار بالواسطات، وصراحة احنا يعني مثلا ما اريد اقول احنا اصحاب المنجز، لكن الاسماء اللي عندها منجز ظلمت. ما اقول ظلمت، تدري ليش؟ لان هذا هو معروف، والشاشة هنالك من يقيم العمل. احنا اني اقول دائما لما يدزون علي مهرجان او بتكريم اقول الحمد لله هاني بس اشتغل، لكن اكو من يتابع ويرصد ويشوف. المهرجانات هذه مدفوعة الثمن، يعني صاحب المهرجان يعرفني دزلي دعوة وقيمني بهذا الباكيت أو بهذا المجسم اللي يسوي بألفين دينار أو خمسة آلاف. هسا سوري ما أريد أسيء، لكن هو هذا أنا أحكي بواقعية، وخاصة أنا أشتغل سياسة، يعني عندي واحد زائد واحد يساوي اثنين فعلا. بالإضافة إلى الأسماء الموجودة، يعني اللي تلقيهم هم لا يمتون للإعلام بصلة فعلا، ولا يمتون للواقع خلي أقول مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار هي منصة آخر أخرى إلى جانب التلفزيون والإذاعة أو الإعلام المرئي والمقروء والمسموع. هذول لا يمتون، لكن بالعلاقات. يعني قبل فترة أنه تعالي ست أمل زميلنا هذا المهرجان، قلت له أنا بعد مهرجانات ما أحضر، وإذا تريدني ألزم لك المهرجان قل لي من الأخير أكو فلوس. أنا ما أريد أدز على واحد أو أكرم ناس هم لا يمتون لهذا التكريم أو للمنجز بصلة. انطيني أكو ظروف اللي يجيني، أكو ظروف أساعد به، لأن ظروف يعني بيفد مبلغ مادي اكيد، او بمثلا تليفون ايفون 14 ايفون 13 ايفون 6 5 بكيفك. المهم انه هذا صاحب المنجز انه اكرمه ماديا ومعنويا. هذا المجسم مع كل الاحترام للرمزيه، لكن هذا لا يضيف اكيد. وبعدين صار اسفاف انه اكو اسماء احنا مين دي، يعني لما نشوف مين دي اللي صاحبه هذا التكريم الكبير. طيب ست أمل، اليوم تشوفين الانتقالة من البرامج المنوعة للبرامج السياسية انتقالة سهلة أم صعبة؟ لا صعبة جدا، لأن يعني السياسة حرب فعلا. السياسة تكونين أنت بمستوى عالي لازم من المعلومة، الإحاطة القانونية، أنا علوم سياسية وقانون، تمكنت من الاثنين وتمكنت من احتراف السياسة، يلا دخلت. وحاليا القضايا ترفع علي، يعني لان انت بالسياسه تخاطبين مو عامه الناس، وانما يعني السياسيين الخط الاول فعلا. وسياسيين الخط الثاني، جهات حكوميه، جهات تشريعيه، جهات قضائيه. احيانا نحن نهاجم البرلمان اذا كان اكو، لان هذا من انطلاقا من مسؤوليته أكيد. هذا البرلمان هو صوت الشعب، فاني كناقل للراي العام مثلا عندي قضايا تنطرح علي، انا شغلتي أضيف ضوء على هذه المشكلة، أسلط الضوء على هذه المشكلة. أنا دائما أحكيها حتى للشباب المتدربين، أقول لهم إحنا شغلتنا ضوء صحيح، أي مشكلة أي قضية يستعانون بالإعلامي أو بالمنصة الإعلامية حتى نضيف ضوء على هذه المشكلة فعلا. طيب إيش قد أخذتي وقت الانتقال من الفني إلى السياسي؟ يعني أنا لحد 2013 يلا دخلت بالمجال السياسي، وراء تقريبا خمس سنوات لا لا لا، بال2009 كنا نشتغل برامج صباحية واجتماعية، وأخذني الواهس، وكانت انطلقنا ببرنامج دحات أتكلم إلى الآن موجود، وكنت أنا المراسلة، وحبيت النجاح اللي صار بي. كنا يعني كانت البداية في قناة آفاق يعني، وبهذه الفترة دخلت الأخبار كمذيعة أخبار بس مو احتراف سياسة. قرأت الأجرمية، وهذه همتين رسالة نوجهها لكل مذيعين. أنا أحب أشوف المذيع متمكن من أدوات كلش، خاصة المذيع مو مقدم البرنامج، متمكن من اللغة أيضا مو بس من الصوت. فشنو ثاني، أول ما أطلع أترزل، كان عندي المدرب مالتي، يعني أنا أكثر واحدة أكلت رزايل يعني بصريح العبارة والله. فلما يعني أكو إحنا بالتدريب، بفترة التدريب قبل لا أدخل التلفزيون، كان المدرب مالتنا إحنا تقريبا 30 طالب، يعوفهم كلهم، يعني أنا يوميا مترزلة، يعوفهم كلهم ويجي علي بس. فبالأخير اكتشفت أنه لما قال لي أنت يوم 1/2/2009 تطلعين تلفزيون، تفاجأت
إيه والرزايل دي وين راحت كلها؟ فقال لي يعني بالحرف الواحد الله يذكره بالخير، هو الأستاذ نسيم حسن، قال لي أنت كنتي الصوت والمذيعة الوحيدة اللي بيج لازمة، فكان فكان الضغط يثقل عليك. موهبتك. قرأت الأجرومية وقرأت شرح ابن عقيل على مود، وقرأت القرآن الكريم، لكن بلا معلومة أنت ما راح تكونين متمكنة من اللغة. أكيد. رجعت إلى صف الخامس ابتدائي وقواعد صف السادس ابتدائي والأول متوسط حتى أتقنت اللغة العربية، طلعت بال2010 شهر الخامس مذيعة أخبار ومقدمة برامج اجتماعية، بال2013 دخلت سياسة. حلو. ست أمل، اليوم كان أكيد دخول الإعلام بالنسبة لك أنت كامرأة في يعني في مجتمع شرقي كان صعب، من كان الداعم الأول لك؟ الداعم الأول سواء كان من البداية هو السيد الوالد الله يحفظه لك، الله يسلمك. داعمين الأول الأستاذ نسيم حسن، من الداعمين الأوائل اللي كانوا موجودين بحياتي، بعدها من أهلي إلى زوجي كان داعم وبقوة من المناصرين والمساندين. أيضا لما تكونين أنت قوية جدا وطالعة من بيئة بثقة، يعني كنا نتحدث واني ذاكرتها بأكثر من لقاء، أول يوم بالكلية بابا كان وياي، يعني أول يوم بالقناة بأول قناة بابا كان موجود، أول يوم بالمدرسة كان موجود، أول يوم تدريب كان موجود، أول يوم روضة كان موجود، إلى الآن أتذكر. الله يحفظه إليك يا رب، يكون حبيبتي دائما حاضر وياك بأفراحك الله ومناسباتك. ست الله أمل يخليك. علي نورتيني اليوم حبيبتي، وشكرا لحضورك، جدا استمتعت فيها. شكرا جزيلا، ضويته على الجانب الآخر من أمل علي بعيدا عن السياسة، وأني حبيت أسلط الضوء على أشياء يعني شوية تكون بعيدة عن السياسة. شكرا، أتمنى لكم المزيد من التألق والنجاح. شكرا إليك، حياك، نورتيني اليوم.